أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول فيه: هل ترك الحج والصيام والزكاة كفر أكبر أم كفر أصغر؟ الذي عليه الجمهور أنه كفر أصغر، ولكن ما يسقط عنه الحج، لازم يحج، يلزم بالحج، وإن مات يحجج عنه من ماله، وفعله هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن العلماء من يرى أنه كفر أكبر، ويحمل قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على الكفر الأكبر. وبعضهم يقول إنما يكون كفرا أكبر إذا جحد الوجوب، إذا جحد وجوب الحج، إنه هذا بالإجماع، إذا جحد وجوب الحج هذا بالإجماع أنه كافر. على كل حال المسألة فيها خطر عظيم، وعمر كتب إلى عماله: من وجدتم عنده سعة ولم يحج فخذوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. فهذا يدل على الكفر الأكبر ولو كان متكاسلا. فالمسألة فيها خطر عظيم، وهو ظاهر الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.